الأسماء الحسنى هل هي نفسها صفات الذات؟ لا، ما خدناش في الأزهر كده. في صفات ذات وفي صفات أفعال. الله الرحمن، الرحمن من الأفعال، الرحيم من الأفعال، الملك من الأفعال، القدوس من الأفعال، يبقى ما هيش إيه؟ هي صفات الذات، هي صفات اتصفت بها الذات، ولكنها بعضها صفات ذات وبعضها صفات فعل. ايه الفرق بينهم؟ صفات الفعل نفيها لا يقتضي نقصا، وصفات الذات نفيها يقتضي نقصا. قول كده ان الله ليس عليما، اخص عليك على طول، يبقى عليم دي من صفات ايه؟ الذات. قول كده ان الله ليس قديرا، اقص عليك. طب ليس مريدا، ليس سميعا، ليس بصيرا، يبقى دي من صفات الذات لان نفيها يقتضي النقص. انما لم يرحم فلان، لم يرزق فلان، ماشي، لم يحيي فلان بل اماته، ما ندرش حاجه، يبقى نفيها لا يقتضي النقص. ادي ده الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل.